احنا المسألة مش محتاجة ان احنا نوضح ان احنا بنتكلم عن وائل الإبراشي. هنا نرفع اللقب وبتفضل المحبة والاحترام والتقدير جوه القلب وفي الذهن. بالمناسبة وائل تركيبة مختلفة وشخصية شديدة الاختلاف. دايما كنت تلاحظ وائل في مناقشاته حتى وهو يهاجم أو ينتقد أو يصوب سهامه الصحفية يصوبها وهو مبتسم طول الوقت ونبرته هادية طول الوقت. وبالمناسبة دي حاجة بتبقى صعبة جدا إنك تقدر تحافظ على هدوءك ساعة الهجوم. ومهم قوي وانت بتتكلم على وائل انه تتكلم معاه مع رفاق مشوار، رفاق رحلة، اصدقاء، زملاء. خلوني اخد معايا على التليفون الاستاذ ابراهيم عيسى، كاتبنا ومذيعنا وادبنا الكبير. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك استاذ يوسف. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ حياتك اكتر قد الدنيا يعني. الله يخليك ويسعدك، وانك انت تاتي على ذكرى الاستاذ الصديق الراحل وائل إبراشي وتضع ضوءا وتسلط انوارا على هذه الذكرى وعلى هذا الرجل وعطائه وادائه ومدرسته. ده شيء يعني يخلينا كلنا ننحني احتراما للتلفزيون المصري وهو يتذكر الاسماء التي اعطت للإعلام المصري الكثير وأخلصت له تماما وقادت معه أعظم المعارك في مواجهة الاستبداد الديني وفي مواجهة الاستبداد السياسي. وإلى أي حد كان وائل إبراشي واحد من هؤلاء الذين كانوا يسعون وراء الحقيقة ولتعظيم الحرية ولتنوير البلد ووعي مصر وبلدنا، وقد إيه خاض هذه المعركة متحملا آثارا كثيرة ونتائج أكثر. يعني يكفي ان انا اقول لك انه وائل كصديق واخ، انا اول ما استقبله في روزا اليوسف حيث كنت هذه الفتره سكرتير تحرير روزا اليوسف، وجاء هذا الشاب خريج يعني كليه التجاره مليء بالطموح وبالرغبه في انه يحقق ذاته ونفسه وانه ينتمي لهذه المدرسه العريقه ولهذه المهنه والرساله النبيله الصحافه. وكان من اللحظه الاولى يعني جديرا برسالته وجديرا بمهنته وبمهمته، وكان من اللحظه الاولى اكتشافا للتحقيق الصحفي. من اليوم الاول وائل إبراشي مخلص لمدرسه التحقيق الصحفي بامتياز، ولعل حتى عندما وصل الى نجوميته الكبيره في عالم الاعلام التلفزيوني هو ايضا كان مصرا ومصمما وواعيا الى انه يقدم تحقيقا صحفيا في كل حلقاته. ربما بعضنا يلجأ إلى التحليل السياسي، ربما بعضنا يلجأ إلى المقال المعمق سواء تلفزيوني أو المكتوب، لكن وائل إبراشي ظل مخلصا حتى الرمق الأخير للتحقيق الصحفي، إنه حتى وهو بيقدم أي وجهة نظر فيها وجهات نظر متعددة، مصادر مختلفة، معلومات، أرقام، إحصائيات، كل هذا يستوعبه وبيقدمه إلى جمهوره في الحلقات التلفزيونية زي ما كان بيعمله بفراغة شديدة وبتميز أشد في موضوعاته الصحفية المطبوعة. أنا الرحلة ورحلة وائل إبراشي هي جزء من رحلة حياتي بطبيعة الحال، خصوصا أنه في مرحلة من المراحل تشاركنا أنا والأستاذ وائل في رئاسة تحرير جريدة صوت الأمة، أنا كرئيس تحرير وهو كرئيس تحرير تنفيذي، فمبقاش بس الصداقة والشراكة العملية من اليوم الأول اللي استقبلته فيه في روزا اليوسف، لا، وتحول أيضا إلى شراكة حقيقية في رئاسة تحرير صحيفة أتصور أنها كانت في الوقت ده جزء من معركة مصر العظيمة من أجل الحرية ومن أجل يعني التنوير. فأستطيع أن أتحدث عن وائل إبراشي بقوة كواحد من أبرز تلاميذ مدرسة التحقيق الصحفي المصري، واحد من أهم أساتذته أيضا وأبرع رحمات قدموه، خصوصا القدرة على التحول بهذا التحقيق الصحفي من المطبوع والورقي إلى التلفزيوني والمبثوث مباشرة على الشاشة. كمان يا أستاذ يوسف، وائل من الناس اللي إخلصوا كثيرا جدا لمهنتهم،
بمعنى ان وائل لم يستغرق نفسه في اي مشروعات اخرى ولا حتى على سبيل التغيير او على سبيل التنويع. يعني بعضنا لجأ الى الكتابه السينمائيه، البعض توجه الى الكتابه الدراميه، البعض اشتغل في التلفزيون بمجالات مختلفه، بعضنا روائي وكاتب، بعضنا شاعر. انما هو تحديدا وائل بدا صحفيا وانتهى صحفيا، او اقصد يعني وقضى ايامه كلها على الارض صحفيا باخلاص شديد لهذه المهنه واعتزاز بها للغايه وتركيز كل الجهد والطاقه والاستطاعه في عالم الصحافه. وهذا كل ما كنت اتمناه على وائل في حياته، والان لا يمكن ان يكون المشوار قد انتهى يعني بغيابه شخصا، انما وجود دوره ومشروعه موجود المطبوع منه لابد من تقديمه في ككتب. لان وائل في زحمه الحياه يعني انشغل على انه يخلد عمله المطبوع والورق الى كتب، خصوصا اللي هي بمثابه تحقيقات صحفيه تاريخيه في تاريخ الصحافه المصريه الحديثه، يمكن ضمها كلها في الكتاب علشان حتى زملائنا وابنائنا واخواتنا ومشروعنا القادم في الاعلام المصري يشوفوا ايه بذل جهد في البحث عن الحقيقه، ازاي يشوفوا جهد كبير جدا وهو مترجم في موضوعات صحفيه شائقه ورائقه ورائعه هزت الراي العام وشاركت في صناعه الراي العام في مصر. بقول لك يوسف ان وائل ابراشي من الشجعان اللي كانوا في الشغلانه دي، شجعان حقيقيين. يعني احنا خضنا معارك كنا مهددين فيها بالقتل وبالاغتيال، مش فكره بس احكام بالسجن او ملاحقه قضائيه. وبرضه يعني يشرفني ان انا في مرحله من المراحل كنت المتهم الاول في قضيه المتهم الثاني فيها هو وائل ابراشي. يعني فكانت الامور كلها كنا نذهب يعني استدعاءات للتحقيق ابراهيم عيسى ووائل الابراشي، فالرفقه امتدت لسراي النيابه يعني. كل المقاييس كان وائل ابراشي في اللحظات دي ثبات انفعالي، قدره وقوه، تحمل وصبر، اصرار وعزيمه، مفيش ضعف ولا انحناء. ودي من الامور التي يمكن ان تختبر فيها الناس في لحظات شده مثل هذه او ضغوط مثل تلك. لما يبان هذا المعدن القوي المؤمن باللي بيعمله، مؤمن باللي بيكتبه، مستعد يدافع عن رؤيته حتى النهايه، مستعد يتحمل ثمن وكلفه ما يكتبه وينشره، دي امور كلها يعني تضع صاحبها في مكانة الشجاعة الأدبية والصحفية والإنسانية اللي لابد أن يشار إليها بقوة. كمان وائل الإبراشي على المستوى التلفزيوني ظل يا أستاذ يوسف مخلصا لفكرة اهتمامات الناس حتى اللحظة الأخيرة. يعني بعضنا يترفع عن بعض الاهتمامات اللي بيعتبرها شعبية أكثر من اللازم، أو ربما تخص طبقة أو طائفة بعينها، أو تشغل اهتمام قطاع معين من الجمهور فيترفع عنها او يعني يتعدل عنها تماما. لكن وائل ابراشي كان يقدم موضوعات صحفيه تخص الناس كلها، يعني كل الطبقات، كل الشرائح، كل الاطياف، لم يكن معنيا بجانب دور اخر. يعني ده صحيح، ده صحيح استاذ ابراهيم. يعني كما جرت العاده لا توجد تفصيله الا ويغطيها الاستاذ ابراهيم عيسى. نورتنا وشرفتنا بصوتك، احب دايما اشوفك جوه الاستوديو النبي، وحشني قد الدنيا، وحشني قد الدنيا. ربنا ونعيش ونفتكر كلنا يا رب الغالي الرائع وائل ابراشي. يا رب يا رب، والا نتعرض ابدا 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 لحاله فقد اخرى. اشكرك جدا 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 كاتبنا الكبير استاذ ابراهيم عيسى.